لبارتي دي الجورنو اجزاء اليوم خليكم معايا اوكي اول حاجه عندي لالبا لالبا اللي هو الفجر تمام ماتينا اللي هو الصباح تمام بعد كده ميدزو جورنو معناها منتصف الظهيره او منتصف اليوم اللي هو الساعه 12 الظهر ميدزو جورنو في عندي بوميريجو اللي هي فتره الظهر بوميريجو ايه البوميريجو فتره الظهيره المساء اوكي سيرا لا سيرا اللي هو المساء تمام؟ طيب وقت الغروب الترامونتو الترامونتو وقت الغروب وبعدين قلنا سيرا المساء وبعدين لو قلنا ميزانوتي ميزانوتي اللي هو منتصف الليل اللي هو الساعة 12 بالليل دي تقريبا أجزاء اليوم أو لبارتي ديل جورنو في اللغة الإيطالية اوكي أو بالإيطالي جا جا.